الاسم ديالي عبد الحكيم عبيد، من مدينة أسفي عداء. زاولت الرياضة ديالي منذ الصغر ديالي، بديت وأنا فئة البراعم، بديت في بالمدارس. المهم لعبت بطولات إقليمية وجهوية وطنية، احتليت الرتبة الأولى في أول سباق لعبت. تماك بدأت المسيرة ديالي، عيطوا لي لواحد النادي وبقيت كنزاول الرياضة ديالي فيه في فئة الصغار. ربحت بطولة المغرب اللي كانت ببوزنيقة سنة 2009 فئة 1000 متر، وتماك بدأت المسيرة ديالي في فئة الفتيان. تماك قلت أنني نبدا نتخصص في شي مسافة اللي نركز عليها، تخصصت في 800 متر و 1500 متر. تماك لعبت دقيقة 57 في فئة الفتيان، وهذا الرقم هو اللي حصلني أنني يعيطوا علي المركز الجهوي للألعاب القوى اللي هو المنتخب الوطني ديال فئة الشباب. تماك في 2013 لعبت دقيقة 51 وأنا في المركز الجهوي، يعني فارق ديال 6 ثواني ما بين سنة من كنت في الدار وجي من التحق، يعني في ظرف سنة طيحت 6 ثواني. يعني الناس اللي في الدومين يعني راه يعرفوا كيفاش أنه عداء كان 57، يعني كاين واحد تحسن. السنة الثانية في فئة الشبان كنتفاجأ أنه ما بقوش، قالوا لي أنه ما بقوش فئة الشبان، حيدناهم من المراكز الجهوية، سير حتى تلعب كرونو آخر ونعيطوا عليك المعهد اللي كاين مولاي رشيد اللي كاين في الرباط. تماك رجعت للدار ديالنا، يعني الواحد كان في يعني في حلم أنه من المركز الجهوي يمشي للمعهد وأنهم يوقفوا معاه وأنه يزيدوا يوصلوه كتار ويزيدوا به القدام، رجعوه آزيرو. تماك رجعت للدار وبديت عاوتاني آزيرو، يعني واحد كان هنا ورجع لتحت مرات، وخصوصا هضرة الناس هنايا في المدينة كان في المنتخب راه جراو عليه وأنا صغيرة هذيك الساعة، يعني ما تحملش هذيك الهضرة. مرات تقريبا مدة 40 يوم مرضى خايبة أنه الاكتئاب، يعني ما بقيش كنهضر مع شي واحد، دارنا كاملين يعني حتى واحد ما كنهضر معاه. الحمد لله لقيت واحد السيد اللي تعاون معي الله يجازيه بالخير، اللي هو سيد رئيس النادي ديال أمل جنوب أسفي ملوان نور الدين، هو اللي وقف معايا وداني بزاف الأطباء نفسانيين. تماك بديت كنتحسن شوية ورجعت كيف ما كنت، وحاولت عاونوني دارنا الحمد لله الأخ ديالي والوالدية وخوتي، يعني عاونوني أنني رجع كيف ما كنت، الحمد لله رجعت كنتريني. وهذيك السنة لعبت دقيقة 50 في 800 متر ودرت أهلتني باش أنني لعب ملتقى محمد السادس فئة الشبان، واحتليت الرتبة الثالثة، يعني واحد في الرتبة الثالثة فئة الشبان عواد يعاود يرجعوا عاود يشدوا بإيدو، يعني والو ما كاين حتى حاجة. وبقيت كنزاول الرياضة ديالي غير في الدار وهكا، يعني صعيب باش أنك تزاول الرياضة ديالي وحكم أنه العائلة ديالي ماشي شي عائلة مهم متوسطة الدخل. كنت كنخدم وكنتريني يعني، وصعيب باش أنك توفق ما بين الخدمة وبين لونترين، وماشي حتى شي خدمة اللي يعني كتزاول عمل البناء، يعني باش تولي من عداء تولي بناية شي حاجة اللي. وبحكم أنني أنا عندي واحد موهبة ديال الغناء وهكا، حاولت أنني نمشي نخدم في عراسات، نخدم هكا لدرجة خدمت حتى في البار، ويعني فهمتي باش أنك من عداء تولي كتخدم في بار تغني، يعني كتزيد غير تحطم أكثر من أنك متحطم. بقيت هكاك
كان خدام وكان تريني صعيب باش انا كان من تماك حاولت انني نجمع فلوس. عارفين بالله الرياضه كتبغي مصاريف، كتبغي احذيه، تبغي بزاف الحوايج، حيت انه الحد يعني اللي بغيتي تشري غير سبادري انا خاصك واحد 700 درهم فوق ولا 1000 درهم والفوق الا بغيتي واحد سبادري اللي تريني بها. يعني هذا غير حذاء واحد باش انك تجري عاوتاني بحذاء ديال اللي كيسموه سبايكس اللي كتجري به في يعني في الطارطون، خاصك واحد 1500 درهم، خاصك بزاف د الحوايج. حاولت انني نصبر ونخدم هنا ونتريني وفاش ما كان مهم كنخدم. مشيت المعسكر التدريبي اللي كان بإفران، تماك تلاقيت المدرب اللي كان قدم لي الشكر الجزيل البطل الاولمبي سعيد عويطه، هو اللي تلاقاني تما، شافني كيفاش كنتريني في التيران وكا، وعيط عليا قال لي واش يمكن انك تجي تريني عندي. المهم تماك بدا كيشرف على التدريب ديالي، كيساعدني انه هو اللي عاوتاني تكلف بيا، انه بدا كيتريني بيا وهو اللي مكلف بالسكن وبالاكل. مدة سنتين لعبت معاه دقيقة 49 في 800 متر، وهو كان كيتسنى من انه شي الناس اللي يعاونوه من الدولة، لكن ما تلقى حتى دعم وما لقاش الحل انه يبقى ديما يخسر عليك. يعني ما كاينش واحد الدخل تاه هو يعني وصافي. تماك عاوتاني رجعت نفس المعاناة، وهذا الشيء هو اللي خلاني انني نكتب في هذيك التدوينة اللي عبر هذاك الموقع التواصلي، انني نكتب انه الدراري والبنات انه يدوها في قرايتهم، حيتاش انا ندمت على القرايه ديالي، وهذا الشيء كامل كان بسبب الرياضه، حيتاش كنت كنتريني وكنا هذيك الساعه باش انا خرج على قرايتي. مني كنا في المركز جياوي كنا كنترينو دو سيونس، يعني واحد اللي بغيت يترينو دو سيونس خاصك تفيق مع كنتي داخل مع 8 للمدرسه، خاصك تفيق مع 6 تمشي تريني وتجي تفطر يعني دواش وتمشي للمدرسه. كيفاش غادي تقرا تمشي فيك واحد التعب، يعني تمشي غير ترتاح في المدرسه يعني. وبسبب هذا الشيء هو اللي كان السبب باش انني خرج من الدراسه وتبعت الرياضه، لكن للاسف نعم بصح هذه هي الفكره الوحيده اللي كتبقى عند واحد انسان انه كيحس براسو كيضيع في هذه البلاد. يعني راه هذا هي الحل الوحيد انك تقدر، وهذا هو اللي ولا كيروج ليا في الدماغ ديالي، انك تمشي لشي دولة أخرى اللي تقدر توقف معاك. هذا هو بالصح، لو كان ما كانش طيق في راسي وعندي واحد العزيمة وإرادة ما غاديش يبقى فيا الحال. يعني لو كان أنا عارف راسي ما غاديش ندير واحد إنجاز وهكا، ما غاديش يبقى فيا الحال. إذا بقى الظروف هكا أنا عندي حلم، يعني هذا الحلم ضرورة أنني نحققه، كيف ما كتبت في الموقع التواصل، وخا تدعي الضروره انني نخرج برا البلاد، واخا في قوارب الموقف ما كيقولوا يعني ممكن انني نمشي. ضروره ان خاصني نحقق، حيت اكثر من نص عمري انا دوزته في هذا الدومين، يعني ضروري انني خاصني نوصل للهدف ديالي ان شاء الله. العراقي اللي تعرضت لها هو انه كنت في المنتخب وما كملوش معايا، يعني رغم انني مشيت بتوقيت وانني خرجت بتوقيت اللي اقل منه، يعني 6 ثواني ديال الفرق، ما كملوش معايا. العرق الثانيه هو انني لقيت واحد السيد اللي عاوني اللي هو سي سعيد عويطه، ولكن ما لقاش كيفاش يكمل معايا، يعني ما لقاش واحد الدعم حتى هو فين يكمل معايا. طاحت لي فرصة أنني نمثل دولة أخرى، لكن كنت كنتريني مع الكابتن سي سعيد عويطة، لكن هو بسبب أنه قال لي حكيم بإمكانك توصل وبإمكانك تبقى تمثل للراية المغرب وغادي تحس بطعم آخر، والحمد لله بقيت كنتريني وكا. وللأسف جاتني فرصة أنني نمثل راية أخرى، لكن كيبقى هذاك كان هذاك الحب ديال الوطن، انك كتبقى هذاك الطموح كتقول انه ممكن انك
توصال، وخصوصا مني كتشوف ناس بحال السي سعيد عويطه بحال هشام القروش كتشوفهم طالعين وكتشوف هذاك العالم الوطني انه طالع، ويعني كتحس بهذيك كتحس بانك ما كرهتيش انك طلع وطلع بعالم عالم الوطني، يعني ماشي مشي لدولة اخرى. لكن الحين يعني دابا ما بقاش عندي، يعني باقي عندي حب الوطن، لكن الوطن ما ساعدنيش باش انني نزيد نحبه اكثر. في هذه اللحظه جيني واحد الفرصه انني نمشي نبدل راي اخرى، ما عنديش مشكل، انا نقدر نمشي. حتى ما لقيتش مدة 14 سنة ما لقيتش، ما كيبانش لي المستقبل ديالي. لحد الآن كنحس براسي غادي غير في الهوية. كنشكر صحيفة أشواق الوطنية على الدعم ديالها ليا، وشكرا. كلمة الأخيرة هو أنه كنتمنى إن شاء الله ما تضيعوش هاد الموهبة، ماشي يعني غادي تشوفوني انني تيق في راسي بزاف، ولكن بصح انني قادر نوصل وقادر، لكن خاص غير الدعم شويه، وان شاء الله غادي تشوفوا حاكم في بطولات العالميه ان شاء الله يا ربي.